دور جدا مهم. احنا ما عندنا احد بالاتحاد الاسيوي مؤثر، لذلك شوف الاتحاد الاسيوي كلهم خلايجه وكلهم يقودون الاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي. هذا الدور الاداري، احنا ما ظلمنا تحكيميا، يعني ما امام الوسم جل ملعب كربلاء ظلمنا تحكيميا من قبل الحكم العماني، اخرجنا من البطوله. لو كان عندنا وضع اداري مؤثر للاتحاد الاسيوي لربما يحسب حساب للكره العراقيه. ابو مكتب تنفيذي بالاتحاد الاسيوي السيد عبد الخالق مسعود، تاثيره وهل له تاثير وصاحب قرار بهذا الموضوع؟ احنا كنا رؤساء لجان، كنا اعضاء مؤثرين نخطط للكره العربيه والاسيويه. الان مع الاسف وضعنا الاداري غير شوف شلون توازن المستوى الاداري مع المستوى الفني. يعني شوف المستويات، الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، الدوري الاخر الخليجي مثلا، لهم شوف لهم اعضاء مؤثرين بالاتحادات الاسيويه. وعلى طار ذكر هذه الاتحادات ودورياتهم، في حال تاهل الزوراء او الشارقه ان شاء الله، الزوراء تعرف راح تلعب امام الهلال السعودي طبعاً. طبعا يعني عندي على مستوى عالي على لا شوف بنت تروح للملعب غير، احنا كلام نفس الحكي حكيناه بالمره السابقه، ولعبنا فريق ذبهان الايراني، لعبنا ويا الفريق الاماراتي ويا الوصل، وقدرنا نتفوق عليهم. يعني ما كنا صاي سهل بالنسبه لهم، بالعكس كنا بالند وقوي ومؤثرين لهم. قلت لك لعبه كربلاء الحكم العماني ظلم الفريق العراقي. ذاك اليوم امام تشيلسي قدم اداء وحرج النادي الانجليزي، اذا نتحدث الهلال بطل القاره الاسيويه اكثر من نسخه. اقول لك هو سابقا هم كانوا نفس الموضوع، يعني تشوف محترف يشوف القيمه الماليه اللي يجيبون بها المحترفين مالتهم، ولعبنا معاهم قدرنا نتفوق عليهم. هذا شوف تبقى ليش اقول لك نواد، كره القدم ما بيها ضمانات، كره القدم تبقى حاله نفسيه وفنيه. اللاعب العراقي رغم احنا نمر مع الاسف نمر بفتره، يعني ما تقول لك نضوج رياضي، طموحنا مقدار طموحنا احنا اكثر نجوم في كل المراكز، بس يبقى اللاعب العراقي له تاثير على منطقه الخليج. هم الناس يحسبون حساب اللاعب العراقي يلعب فريق امام فريق العراقي، يقول لك هذا الفريق العراقي غير، حتى وان كان وضعه غير طبيعي ما ان يلتقي مع فريق خليجي او بطوله من تخليه على المحك او تخليه امام تحدي، يبقى امام تحدي ينجح بهذا الموضوع دائما.